يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إذا رضوني رضوني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ملأ قلوب أوليائه بمحبته وزين أرواحهم بشهود عظمته، فكانوا لأحكامه مستسلمين ولأوامره مذعنين. والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وقدوة العلماء العارفين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صادق الوعد الأمين، صلى اللهم وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الجمع المبارك الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. روى الإمام مسلم في صحيحه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، وفي رواية: لا يضره من خذلهم حتى تقوم الساعة. فسر سيدي العز بن عبد السلام وابن جزي الغرناطي وغيرهم أهل الغرب بأهل المغرب الإسلامي، وفسر الإمام النووي وغيره رضي الله عنهم أهل الغرب بأهل الشام لكونها غرب المدينة المنورة. فإذا اجتمع في المجلس الواحد أهل الشام بأهل الغرب اجتمع المعنيان تحت هذا المعنى الجليل، وتعرضا لهذه النفحة تتشرف زاوية الشيخ سيدي محمد بن القايد أن تستضيف علما من أعلام بلاد الشام وإمام من أئمة الدعوة إلى الله في سائر بلاد الإسلام، ذلكم الشيخ سيدي محمد الفحام. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بكم يا سيدي. أهلا بكم فضيلة الشيخ. سعدنا كثيرا بمحاضرتكم الكريمة التي أكرمتم بها مجالس الدروس المحمدية، والتي كانت حول الآداب التي على المؤمن أن يتأدب بها نحو نعم الله ظاهرة وباطنة. ونعلم سيدي أن الله قد أنعم عليكم بنعم عدة، ومن ما أنعم الله به عليكم أن جعلكم إمام مسجد الإمام الأكبر سيدي محي الدين ابن عربي قدس الله روحه. فأستسمحكم سيدي وأستأذن من الحضور أن تكون هذه الندوة حول الإمام الأكبر قدس الله روحه، وحول ما ترونه مفيدا لنا ولعامة المسلمين حول ترجمة وأحوال وأنوار هذا الإمام الجليل. تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك وذكرك، وأصلح حالنا ظاهرا وباطنا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعل مظهرنا ثمرة باطننا يا رب العالمين، واجعلنا عزا بالإسلام وأعزنا بهذا الدين إلى آخر نفس، واجعلنا في قلوب أهلك وأوليائك يا رب العالمين، واجعل منطقنا على أنفاس الصالحين إكراما لسيد المرسلين.
وبعد، ففي البداية يعجز اللسان عن أن يترجم هذا الواقع الآسر الذي أحاط بنا نوره وجذب قلبنا صدقه وقوى عزيمتنا ثوابت أهله. فأنا لا أجد كلاما يفوق هذا المستوى الذي رأيت آثاره في هذه الزاوية المباركة، وإني على يقين أن العالم كله لا سيما في هذا الزمان بحاجة إلى هذا المنهج، لأن أجيالنا بعدد كبير خطير سرحوا في مجالات شتى وغابوا عما خلقوا من أجله، ومنهم شريحة كبرى من طلاب العلم الشرعي الذين وقفوا عند الحرف فأسروا به، فجعلوا قضية الطلب هي المنتهى، ولم يدروا أن ما يفد إليهم ويأتي إنما هو عارية مستردة يسلبون إياها في أي لحظة وحيثما كانوا وكيفما كانوا، فوقعوا وزلت أقدامهم. اللهم إلا أولئك الثلة التي أشار إليها من خلال هذا الحديث المبارك الحديث الصحيح، أن تلك الطائفة هي التي جعل الله عز وجل فيها مظهر الجوهر، جعل فيها سر المظهر مع الجوهر. وهذا الرابط الصادق بلفتة زاكية وذكية من سيد الحبيب الشيخ أحمد جعلتنا نقف عند قطب الدائرة. فابن عربي هو الحقيقة ابن العربي، نعم محي الدين ومحي الدين لقب، ابن العربي، لكن لما يعني أسقط ال لاعتبار عادي جدا للفرق بينه وبين القاضي ابن العربي المالكي، لكن هو ابن العربي، لكن عندنا في الشام ابن عربي بهذا اللفظ. هو من بلاد الأندلس نشأة وتعلما واستقاء، ونسبه عربي، فاجتمع الفرع مع الأصل كما ربط بين الشام والمغرب. فوالده يتصل نسبه بحاتم الطائي، بحاتم الطائي، ووالدته ينتسب يتصل نسبها بسيدنا أبي مسلم الخولاني. لاحظ هذا الشرف، لا سيما الوالدة وكانت من الصالحات. لكن الشيء العجيب أن المترجمين قالوا لم يذكر لنا أنه تزوج من المغرب ولكن من المشرق، فيكفي أنه من المغرب ولا بد من أن يكون للمشرق عنه فرع. لذلك كان هذا من مظاهر الحكمة الإلهية في هذا الرجل. وكان لنا منه العود الأحمد أن استقر عندنا، فبقي أمر الوصل بين الشرق والغرب قائما بسر عجيب وجوهر ظاهر لا يخفى إلا على من غفل عن الحقيقة أو على غبي أعمى القلب والعياذ بالله، أو متعنت ظن أن الحرف هو المعبود فأشرك بالله علم أم لم يعلم. أما الذي جاور ابن عربي، أنا أبدأ بقضية المجاورة قبل قضية معرفة من هو وما هو ابن عربي. من هو ذكرنا طيفا سريعا، وما هو نأتي عليه أيضا بأطياف، لكن هذا البحر يعني لا يسعه مو وقت، أوقات وأعمار رضي الله تعالى عنه. المنطقة التي يدفن فيها هذا الرجل أيها الإخوة اسمها منطقة الصالحية في دمشق في سفح جبل قاسيون، لكن هي ليست الصالحية، هي منطقة الصالحين لكثرة ما دفن في سفح قاسيون من صالحين وعلماء لا سيما الأولياء. فجبل قاسيون لو أنطق لو استنطق لنطق بشرف نفسه أن في خفاياه وخباياه ما ليس في غيره من الجبال، وأنه يملك من الأسرار ما لا يملكه غيره من الجبال، اللهم إلا جبل أحد لا شك ولا ريب. وعليه أقول يا سادة،
أهل الصالحية أو الصالحون، خليني على الابتداء، الصالحون هناك اعتقادهم بهذا الإمام لا شك فيه ولا مرية فيه ولا شبهة فيه، فهنا مثل لهم في قضية صلة قلبهم بابن العربي أو ابن عربي رضي الله تعالى عنه صلة سلامة العقل على الفطرة، القبول للعلم النافع، فقد أدركوا ذلك بالفطرة. ومن جانب آخر لما انتفت الشبهة كانوا أهل يقين، سبحان الله وبحمده، فارتقوا ارتقاء عجيبا وخصوا باختصاصات شتى فقط لكونهم جوار ابن عربي أو جيران ابن عربي. وهذا شيء أنا لا أنقله للتجارة معاذ الله، ولكن شيء أنا لامسته. تسألني هل أنت من الصالحية يعني ولادة ونشأة؟ لا، أنا من دمشق القديمة، ولولا أنه أذن لي لما تجرأت أن أصعد منبر ابن عربي. أنا خطبت على منابر كثيرة في الشام، لكن ما وجدت لذة ومؤلقا في نفسي، ألقا في الجو وفي الواقع واسترواحا وخفة خطابة كما وجدت ذلك في على منبر ابن العربي. فأنا كنت أشعر حينما أخطب أيها الإخوة على منبر هذا الرجل أن النفحة والكلمات تسبقني، وكأني بلسان حال صاحب المقام يقول لي عليك أن تقرأ الحرف فقط ولا تشغلن نفسك بسوى ذلك، فأنت مصان وأنت معان ما دمت ضيفي مهما كان شأنك. أتيك على مثال كي لا يظن أحدهم بي شيء معين، يعني رحم الله امرأً عرف حد فوقف عنده ولم يتعدى. دخل رجل مقام الشيخ وهو ليس من أهل العلم ولا من أهل الصلاح ولا ليس فيه أي صفة من هذه الصفات، لكنه بلغه أن هنالك وليا صالحا مدفون في هذا المكان، فهرع إليه يريد الزيارة، فأراد إبعاده أحد المجاورين والخدام، فرأى في المنام عتبا شديدا من ابن عربي يقول لا تمنعن أحدا فإنهم أضيافي. فمن هنا أدركت أنني وإن كنت خاوي وخالي الوفاط وما عندي شيء، لكني مستور ببركة هذا الرجل، وما أراد امرؤ إيذاء هذا الرجل إلا ورد إلى أحد أمرين، إما إيجاب وإما سلب. أما الإيجاب فقد يكون له عناية خاصة، وهذا أمر الكشف الذي امتد ولم يتوقف، وإن مات ابن عربي وإن انتقل ابن عربي فيكون له جذب كما حصل للعز بن عبد السلام، وإما أن يكون رجل ممنكر على ابن العربي، إنما على كل أهل الله وهو رجل تالف متمتلف تالف، فيرد ويفضح. قبل أن آتي على ما ذكرت للطرف الثاني، في الإمام الشعراني أيها الإخوة يذكر في طبقاته أن رجلا من الصالحين ملقب بالحلبي وهو كان صديق الإمام الشعراني، كانت داره تطل على قبر ابن عربي، ولما يكون المسجد بعد، قال وهو ينظر من نافذته رأى إنسانا من المنكرين الحاسدين الجاحدين قد أتى بشيء من الأعشاب وما شابه ذلك يريد أن يحرق القبر. قال قبل أن يصل إلى القبر وهو يهيئ نفسه خسفت به الأرض وبدأت تبتلعه، وحاول أن يخرج ثم يخرج فلم يستطع حتى غمرته الأرض، ثم جعل أهله يبحثون عنه فلم يجدوه، فلما بلغه قال قد رأيت كذا وكذا، فحفروا في المكان فوجدوا رأسه والجسم كله غائص. قال فحاولوا إخراجه فلم يستطيعوا لم يستطيعوا، فأهالوا التراب وسلموا لما حصل.
يذكرها سيدي في ترجمة ابن العربي أو ابن عربي سيدي الشعراني في طبقاته. والجميل في الإمام الشعراني إمام مجدد القرن العاشر رضي الله تعالى عنه، الجميل في أنه كان إذا ذكر ترجمة الأولياء مباشرة يدخل مجال ولايتهم، ويختصر جدا أمر الترجمة الظاهرة، لأن ما يعنيه الجوهر، والجوهر هو الأساس في كل المظاهر كما نعلم. نأتي على الجانب الآخر أيها الإخوة. سيدي الإمام ابن عربي، طبعا تعلمون أنه حسد واتهم كثيرا في شؤون شتى، لا سيما في قضية العقيدة. نحن أهل الشام منذ نعومة أظفارنا نعلم أن هنالك بركة بها يحمي الله عز وجل بلاد الشام، لا سيما دمشق. وأنا إذا أطلقت الشام يعني دمشق الآن، لأنني شامي من دمشق، وبلاد الشام جغرافيا معروفة، لكن كل العالم إذا قالوا الشام يعني دمشق، ولا أدري لما صرفت أدرى بها سيدي، صرفت إلى دمشق وأهلها. نعلم أن هنالك حماية بأولياء الله لهذه البلد، قد رأينا ذلك وآثار ذلك في الأزمة. نعم، في جهات شتى، في كل جهة ولي، لكن في سفح قاسيون يعني يطل قبر هذا الرجل العظيم على دمشق. فعقيدتنا منذ نعومة أظفارنا أن لهذا الرجل شأناً تمتد أنواره وأسراره إلى دمشق كلها. فمن كان عنده حاجة يتوجه إلى ابن عربي، ومن كان يريد وسعة رزقه يتوجه إلى ابن عربي، ومن كان مظلوما يريد أن ينصف يتوجه إلى ابن عربي، ومن أراد إساءة ابن عربي يرد عن ابن عربي، وهكذا. وهذا ظاهر في الأزمة، وكان التوجه إلى الإساءة للأولياء معلوما، وقد وقع في هذا أهل هذه البلد ونجاهم الله بسر أوليائهم، وهذا شيء نعلمه نحن أهل الشام ببركة سيدنا الإمام البوطي رحمه الله الشهيد السعيد. هذا الاعتقاد أيها الإخوة زرع في قلوبنا، ولا نعرف شيئا عن ابن عربي. وقلت لسيدي: إذا سألت عاميا يحب ابن عربي ماذا تعرف عن ابن عربي، يجيبك بعبارة واحدة لا ثانية لها: قدس سره العزيز، قدس الله سره العزيز، أو يقول قدس سره العزيز، بس هذا اللي عنده. وقضية النظرة الكاملة تجاه هذا الرجل لا يمكن أن يزيلها محاضرات في التنقيص بابن عربي. فما عندنا عمي ولا عندنا مجاور لابن عربي يعتقد بفساد عقيدة ابن عربي، وإن لم يدرس العقيدة أو درس العقيدة، وإن بلغه أن فلانا اتهمه بأنه يقول بالحلول والاتحاد أو أن عقيدته عقيدة الظاهرية أو ما شابه ذلك، لكن الذي يرجع إلى حقيقة مفرز سر ولايته يدرك تماما أن هذا الرجل من أئمة الإسلام العظام على العلم الظاهر وثمرة هذا العلم. نحن نصطلح على الولاية اصطلاح الحقيقة، لكن أجمل ما قال لي بعض مشايخنا في دمشق، وهو سيد الشيخ محمود الحبال، وكان الشافعي الصغير رحمه الله، وهذا من آل البيت ومن المغرب، من بيت دريرش من المغرب، يقول: الشريعة الحقيقة أسرار الشريعة. وكان إذا جاءه رجل يقول له: يا سيدي رأيت الشيخ محي الدين، يقول: صف لي صورته، فإن كانت الصورة تشبه الشيخ محمودا يقول رأيته حقا. فكان يشبه هذا الشيخ، لأن الشيخ رآه شهودا يقظة، هذا الشيخ. ولعلكم إذا بحثتم تجدون صورة سيدي الشيخ محمود، وليس أحمد، محمود الحبان. اتهم بالحلول والاتحاد. نرجع نحن إلى قضية مسيرة علمه. أرأيت يا سيدي إلى رجل أتقن القراءات وهو غلام على قراء إشبيلية، ثم فتح الله عليه ببركة صلاح والده ووالدته فأخذ علوم كل أهل بلده، وسافر رحلة علمية من المشرق إلى المغرب أكثر من مرة،
ثم استقر به المقام عندنا في دمشق بفضل الله تبارك وتعالى ومنته. يقول: نظرت إلى أدلة الأئمة فأفهمني الله عز وجل مدلول كل دليل، وحفظته عن ظهر قلب، وبلغت مستوى أنني أستطيع أن أذكره لكل أحد، بما معنى أنقل بالمعنى، فحفظ مذاهب الأئمة، وقد متعه الله تبارك وتعالى بأنه يروي الحديث بالسند، فهو مختص بالرواية والدراية. نحن يقول ابن عربي يعني من أرجل الصالحين، لعل كثيرا منا لا يعرف هذه اللفتة، أنه محدث كبير ويروي حديثه مسندا إلى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب نظر في الأدلة، فهو من أهل الاجتهاد، وله مذهبه المستقل. أنه مذهب؟ مو مذهب الإشارات، لا، ولا مذهب أهل الولاية، هذا أي قصة لحاله، إنما مذهبه الفقهي. لكن آتي على لفتة رائعة جدا أيها الإخوة، تشير إلى مكنة هذا الرجل وصلة قلبه بالحبيب الأعظم. قد أخذ عن الكل، ثم لما سئل قال: أخذت عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان، والآن أغرف من بحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال: فرصة أسأله عن القرء في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فقد اختلف العلماء. إني حنفي وأحب الكل ولست متعصبا، فعندكم صليت على مذهب السادة المالكية وشعرت بالاكتفاء. الله أكبر. نعم، هذه لأنني جئت إلى عتبات عالم دار الهجرة. نعم، وآثار هذا العالم المبارك. جزاكم الله بارك خير سيدي على هذا الأدب، جزاكم الله على بارك الله. تعليمنا هذا الأدب. هذه حقيقة، والله هذه حقيقة. شكرا. يعني كلما يعني يستنهضني ولدي أو بعض الأحبة أرى علي آثار التعب، قل دعني أنا مسرور، والله ما شعرت إلا أني أصلي في المدينة، أقسم بالله، أقسم بالله، أقسم بالله. وعلى لهجة أهل الشام: مالكن علي يمين. يعني ما شعرت إلا أني في المدينة. هذا الجرس، خاصة هذا الصوت الذي يخرج من أفواهكم دبر كل ركعتين أو كل أربع ركعات، دبر كل صلاة، شيء 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 قد هز 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 أركان المكان، وجعل كل جزء منه ينطق بأسرار عجيبة، ويتحدث عن تاريخ، يتحدث عن تاريخ. نعم، هي بين قوسين سيدي. شكرا. يعني هو الجملة الاعتراضية عند علماء اللغة لا محل لها من الإعراب، لكن على خلاف علماء الحقيقة. هي الجوهر. نعم. قال: فسأل الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم فبما أجاب. لاحظ الرابط. قال: فقال لي: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قلت: يا سيدي، ما القرء؟ قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قلت: سيدي، ما القرء؟ يعني الطهر أم الحيض؟ قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم أفقت. قال: فأيقنت أن النبي يتوجه إلي بأن جميع الأئمة على حق. الله الله، هذا مذهب ابن عربي. يعني أتيت عليها مختصرة، ثم لكي يعني تعظم الفائدة نقلت كلمات ترتبط بواقع حقيقة سيد ابن عربي في مسألة العقيدة. قبل أن أتي عليها سيدي، شد ثوبي وكل ما تريد إذا مال بي الهوى في قضية استثمار الوقت، لأنه أنا بقول كمان لح أحكي على لهجة أهل الشام، بقول لهم إذا تكلمت انظموا علي الوقت فأنا ما بنعطى وش، يعني واضح. فلذلك ذكرني الوقت معك سيدي. الله الله الله. لما سئل سيدي الإمام الشهيد السعيد عن سيدي ابن عربي، لعل أقول أيها الإخوة، شوف الحديث ذو الشجون يشد بعضه بعضا، لعل بعض الناس حينما يقرؤون كتب الإمام الشهيد السعيد التي ترتبط بعلم التوحيد والعقليات واليقينيات والثوابت والدليل والبرهان
وخاصة الاستنباط، يقول هذا الرجل كأنه بعيد عن المعاني إطلاقا. أنا أقول بتجرد، وهو استمساكه بقضية الدليل شيء عجيب. يعني تعرفون هذا الرجل؟ نعم. حتى لما ألف كتاب العقيدة، ولا أعتقد أن كتابا معاصرا في العقيدة ألف كهذا الكتاب. متعصب معلش لمن أحب، معلش مو مشكلة. نعم. كبرى شو سماه؟ كبرى اليقينيات الكونية، هكذا أسمى. تسألني كيف كان شأنه بالأولياء؟ أيها السادة، كان هذا الرجل لا ينقطع عن زيارة أولياء الشام، وكان ذروة المطلب عنده وعلى عرش قلبه زيارة الشيخ محي الدين، وكان من قبله والد السيد الشيخ مولى رمضان بركة الوقت. فكان يدخل المقام بأدب جم، ويجلس مواجهة ويستظهر القبلة. وكذا أبناؤه وأبناء أبنائه، أنا أزور بمعيتهم كثيرا، خاصة سيدي الشيخ توفيق وبلغكم سلامة، وكم كان يتمنى أن يكون بين أيديكم وفي رحابكم، لكن رمضان يعني أعماله كثيرة بالنسبة له، وهذا أمر يعني يدفعه لأن يخدم أهل الشأن هناك مع طاقة دعائكم هنا إن شاء الله تعالى. وقد أمنني أن أبلغكم هذا السلام. فسئل عن فتوحات ابن عربي سيد الشهيد السعيد، هو يعلم أن الفتوحات عبارة عن عبارات دسمة. وأنا أيها الإخوة، لعله رأي شخصي، لعله لا أدري، أنا لا أسلم لإنسان يقول ابن عربي فيلسوف، أنا لا أسلم. الولي ما بحاجة لأن يتخطى قضية أنه يأخذ، قول عن الفارابي فيلسوف معلش، أما عن ابن عربي لا. اللي بيعرف ابن عربي وبيدرس حقيقته ويعيش ألقى روحانيته ثم يشهد ولايته، أين ابن عربي؟ أين ابن عربي من الفلك؟ أوه لا 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 لا، هم في واد وهو في واد. لا، لكن اصطلح على ذلك من أراد أن ينال من ابن عربي حقيقة. فليس في فتوحات ابن عربي الغاز أبدا، ولكن في فتوحات ابن عربي أذواق. هذا مذهب سيدي، أذواق. علمنا هذا محرم على من لم يذق ما ذقنا. أسلك أحب الله ورسوله ذلك الحب الكامل، ولنصل بمعيتك إلى سر الاسم الأعظم، ولن يوقفك حرف، ولن تحجب عن سر حرف من فتوحات ابن عربي. السائل رجل عادي، نعم هو طالب علم ولكن لم يرتقي إلى مستوى الفهم، فقال له دع عنك الفتوحات والفصوص وخذ وصاياه. الله، انظر إلى هذا الجواب الذكي، هذا جواب ذكي زاكن حقيقة. في الوصايا، في تضاعيف سطور الوصايا أيها الإخوة، من روح الفتوحات. طريق ابن عربي يا سادة طريق الحب، فهو مختصر، قد بلمحة بلمعة بلفتة تصل إلى دائرة سلطنة المعرفة. قد لقبه سيدي عبد السلام بن مشيش أظن ابن سلطان العارفين. والعز بن عبد السلام بعد أن كان منكرا عليه لما تتلمذ على سيدي أبي الحسن أحسن الظن به، وجعل يعني يترجمه بتراجم لعله يعتذر إليه من خلال الكلام عنه، الكلام الحسني عن ابن عربي رضي الله تعالى عنه. في وصايا ابن عربي أيها الإخوة، لفتة إلى مفتاح الوصول. ابن عربي نعم قبره مظهر جلالي، لكن حتى إذا ما ركنت وسكنت إلى جوار هذا الرجل تبدأ دائرة الجمال تتوسع. حتى إذا ما سكنت لا تفكر بالخروج، بجوز الخادم بالنهاية لك قوم بدنا نسكر ربما لشدة طمأنينتك بعد أن دخلت بجلال. الجلال أيها الإخوة سببه أن هذا الرجل على حق،
وصولته صولة أهل الحق. فلما دخل من دخل أو فحينما يدخل من يدخل يشعر بهذه المهابة فيخاف. لي في زيارة ابن عربي يعني عقود منذ الستينات ما كنت هل أدي وأنا أزور ابن عربي وعزة الله إلى الآن حينما أبدأ بالنزول على الدرج أرتجف أخاف، وأنا لا أصعد المنبر إلا بعد أن أنزله لابد، وإلا ما بتزبط الحكاية، ينكشف بيظهر العوار ونحن مستورون بهم رضي الله تعالى عنه. حتى إذا ما سكنت شعرت بأنس الجمال. أنا أدعو وأدعو قبيل أذان الجمعة أذان الوقت أدعو وأدعو وأدعو إلى أن يبدأ إلى أن ينطق بهمزة الله أكبر المؤذن فأختم ثم أصعد، فأستقي الجمال من نافذة الجلال. لما ذكرت هذه اللفتة؟ لأن سيدي ابن عربي يشير إلى أن مسألة الحب هي الباب السريع للوصول والمختصر والذي يماث حيال محرابه كل إشكال. لذلك مظاهر الجمال قد أمرنا أن نجل ربنا حيالها. لحف جمال في جلال وجلال في جمال، قبض وبسط. وأشار إلى أنها مشاهد، فإذا اتقيت الله في هذه المشاهد عرفته. وهنا يقول حتى أن الزوج إذا اتقى الله في زوجته تغدو زوجته بابا من أبواب معرفته بربه، لأنها مشهد جمالي. تريد مقنعا عقليا؟ كثير سهل. أسألك، لما بحثت كنت تبحث عن مخطوبتك أبي توجه جمالي أم جلالي؟ حتى إذا ما تبوأت مقام الخدمة لزوجها في طبخ ونفخ وما شابه ذلك نسيت هذا الجمال؟ لا، إياك، فهو المظهر. يا فاطمة إن أباك يحبها فأحبيها. سيدة عائشة، سيدة خديجة رزقت حبها، لأني كدليل هذا النقل بكل بساطة. سألت شيخنا الشيخ شهيرا رحمه الله، يا سيدي كيف يستطيع الإنسان أن يتعامل مع زوجته بالله؟ قال فقط اعتقد أنها هدية من الله سيقت إليك، فانظر كيف تتعامل مع هدية الله. أنا أربط بمنطلق ابن عربي، وكان الشيخ يقول لنا مشربنا أكبري، هكذا كان يقول. قلت في نفسي شيء رائع، هذا في التسعينات هذا السؤال، من أين استقى الشيخ هذا الكلام؟ أنا قرأت في الوصايا شيء من هذا، لكن أنا بدي حجة قرآنية لأني قليل أدب. لكن كأن قلة أدبي عافتني منه بعد حين، لكن مو منه كله، ما زلت بحاجة إلى التزكية وربكم. فرجعت إلى قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بما ختمها؟ إن في ذلك لآيات لقومين ما قال يعقلون يتفكرون، قال لأن هذه القضية تحتاج إلى غوص ولا يدركها إلا العارف. لذلك سيدي الشيخ محمود الحبال كان ملقبا زوجته في نظام العبادة بالبطل، وفي نظام المعرفة عنده والشهود الجمالي بالحنونة. فكان يقول لها باللهجة الشامية، وهو مغربي على فكرة، إلى حنونتي، وهي تقول يا سيدي. لاحظ هذا المشهد مختصر للوصول كمثال، وعد ولا تحد. ولكن من أعلى المشاهد رسول الله، أكذلك أم لا؟ فإن دخلت البيت من بابه، نعم يبدأ الأمر بالعلم والحرف،
فإذا صدقت في العلم كما قضية التقوى، صدقت في التقوى بصير ورع، كما هيك سيدي، يصدق في التقوى بصير من أهل الورع، يصدق في الورع بصير من أهل الزهد، يصدق في الزهد بصير من أهل التوكل، يصدق في التوكل بصير من أهل اليقين، وهكذا. لكن اليقين موجود، لكن إياك أن تقف عند حد الحرف، فليس الحرف غاية، الحرف وسيلة. يعني العلم بشتى أنواعه تشهد هذا الشيء عبر إيش؟ عبر كل شيء رأيته حين بدء الدخول. دخل رجل بل مريد على شيخ الطريق فقال: يا سيدي أريد أن أخذ الطريق. قال: هل أحببت أحدا؟ قال: أعوذ بالله، حب ما حب، أي حب، أنا بدي أعرف الله. لاحظ التخليط. قال: يا سيدي على رسلك، طيب هل أحببت أباك؟ هل أحببت أمك؟ هل أحببت ولدك؟ هل أحببت زوجتك؟ بعل جبل يطلع محابب حدا. قال: فمرت هرة، مشاهد ماكسيدي، مرت هرة فقال: أحب هذه الهرة. لا يمكن، لا تستطيع أن تدخل الطريق إلا بالحب أبدا. أنا أعني ما أقول. بمثال آخر، شاب مريد دخل قال: يا سيدي أريد الطريق. قال: هؤلاء جميعا مستاؤون منك، ما بعرفون. فقال له: يا سيدي ما الذي فعلته لهم؟ قال: أنت لا تصلح للطريق. فدخل آخر وقال: يا سيدي أريد الطريق والسلوك. قال: هؤلاء جميعا مستاؤون منك. قال: سيدي أعتذر إليهم. قال: أنت تصلح للطريق. إلى ما أشار؟ إلى أن قضية مشاهد الجمال تعافي النفس من الدخل، وتعافي النفس من الشواغل. وأخطر شاغل الوقوف عند الحظ، هذا أساء وهذا لم يسئ، هذا أحسن، هذا أعطى، هذا منع، هذا أخطأ، هذا أصاب، هذه كلها حجب وموانع. إن أردت الخير، إن أردت الوصال، إن أردت الكمال، ففي الكل، شو العبارة لعلك تذكرنا بها، الخضر اعتقد، باكسيدي؟ نعم. من ربما دام سعد، من رأى الله في الكون فاعلا رأى جميع الكائنات ملاحا. الله الله، وهذه واحدة أخرى، جزاك الله كل خير. لما هذا المدخل؟ قد يقول قائل: يعني أين فأين أنت من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يا سيدي الجواب فيما نطقت، الأمر بالمعروف كيف يكون؟ بالمعروف، هذا جمال ولا جلال؟ بكل بساطة الأمر سهل جدا، سهل جدا. يعني هل يجوز للمرء إذا رأى عاصيا يعصي ربه بجلاء بوضوح، ما في يعني ما في شك، أن يعتقد أنه خير منه؟ ألم يقل سيد ابن عطاء: معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا؟ لما؟ قال: لأن هذا الذي رأى في نفسه معصية لا شك أن هذا مفتاح التوبة، مفتاح الرجوع والوصول بحكمة الله تبارك وتعالى. فإذا شهدنا المشاهد الجمالية اختصر لنا الطريق، وتمكننا من مقام التوحيد. لا إله إلا الله، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. وقد أجمع أهل الله على أن أحدا لا يمكن أن يصل إلى الله من غير توحيد، من غير عقيدة سليمة. والله ولو كان مكتبة يمشي على الأرض وفي عقيدة زيغ لا يزداد إلا ضلالا، وهو كتلة جهل. يقول سيد ابن عربي أيها الإخوة، له حكم كثيرة، منها: مهذب الأخلاق غير قائل بالاتحاد، وما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد. ومن أجمل ما قال، طبعا الكلام لكن الوقت ضيق، يقول من أجمل ما قال: من قال بالحلول فهو معلول، وهو مرض لداء، يعني عفوا، مرض، وهو مرض لا دواء له، وهو مرض لا دواء له. من الذي يشهد بهذا أو ينطق به؟
صاحبه سيدي ابن عربي، لا تنسبوني إلى الاتحاد. إذن في عصره حصل هذا حسداً، ونحن نعلم من خلال ترجمته أنه ابتلي بالحساد، وهذا شأن أهل الفضل، فلا يحسد إلا ذو الفضائل، ما هيك ولا لا سيدي؟ وهذا لنشر فضيلته، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أباح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي. لا تنسبوني إلى الاتحاد فإنه السيد وأنا العبد. اختصر كل شيء، ثم قال أيضا في حكمة أخرى: لا تقل باتحادنا فتكذبك نشأتي. والفاء سببية، فتكذبك نشأتي. لذلك من اتهم ابن العربي ألا فليعلم أنه لم يتهمه إلا لأن الله جعل التهم تلك بابا من أبواب زيادة نشر فضيلته إلى قيام الساعة. فكل ما جاء إنسان يريد أن ينال ابن عربي، فإما أن يحيل الحق عز وجل أمره إلى حسن الظن ويغدو من أهل السلوك، وإما أن يطرد. لكن الشيء العجيب يأتيك فيقول: كيف يقول الشيخ الأكبر كذا وكذا؟ ليش عم تقول الشيخ الأكبر؟ فينطقه الله بحجتي، قال: يكفي أنك إذا قلت قال الشيخ الأكبر لا تصرف إلا ابن عربي، إلا إلى ابن عربي، كما لو قلت قال الحافظ يعني ابن حجر. سبحان الله. فابن العربي صاحب حال، صاحب عطاء، والشيء الظاهر عندنا نحن أهل الشام ويعرفه أهله ويعرفه المغاربة أيضا أنه ممتد الخوارق إلى الآن، إلى الآن. وعندي من الشواهد ما لا يعد ولا يحصى، ولعل العمر إن شاء الله بتقدير الله يسمح أن تجمع، يعني على لسان أهل الشام ما الذي حصل وما الذي جرى. لما بدأت الأزمة أيها الإخوة تعطل داخل المسجد كل شيء، وأغلق المسجد في ظرف الشدة لأنه كان مستهدف. حفظ من وكلما رمموا جانبا فتح عليهم جانب آخر، وبقي هذا الأمر يمتد سنة ونصفا إلى أن هدأت في خاصة في أطراف ذلك المكان. في عين المكان لم يتحرك شيء، وهنالك سوق يسمى سوق الجمعة، وهو بحق سوق الجمعة، نعم، من أنا أسميه سوق الجماعة. الله. سبحان الله وبحمده، وأنا أدخل منه دائما إذا أردت الوصول إلى مقام الشيخ رحمه الله. فيعني ما لا يدرك كله لا يترك جله، وحسبنا من السوار ما أحاط بالمعصم، ومن القلادة ما أحاطت بالعنق. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المستقى سببا من أسباب ستري في الدنيا والآخرة، وأن لا أكون قد أثقلت عليكم. فأنا والله فضولي، بل والله يصح أن أقول عن نفسي طفيلي، لكن هؤلاء لا يردون أحدا إلا الذي يسيء لجماعة الأمة الحقيقيين من أهل السنة والجماعة وأهل العقيدة السليمة وأهل السلوك إلى الله. فأسأل الله أن أكون معهم، وإن كنت قدح راكب لا مانع، لكن أن أبقى معهم. بارك الله بكم وأسعدني بلقائكم، والعود أحمد، والحمد لله رب العالمين. شكرا فضيل الشيخ، بارك الله فيكم سيدي على هذه الرحمات التي تسببتم في إلا رحماتكم يا سيدي. الله يبارك فيك سيدي، والله سمعنا ولم نزل نسمع عن مشايخنا عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات، وسمعنا عن محي الطريق قدس الله روحه سيدي محمد بن القايد أن زادنا أمرا بعدها قال: عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات وتمحى الذنوب. الله. فنحن نتعرض لهذه النفحة بحضرتكم بذكر سيدي الشيخ الأكبر قدس الله روحه. سيدي فكيف بوجودهم؟ الله أكبر، الله جزاكم الله عنا كل خير سيدي، وهذا من حسن ظنكم سيدي بهذا المجلس وأهله. الله يبارك فيك. تفضلتم سيدي بذكر نفحة من نفحات، أو كما قلتم قطرة من بحر الإمام الأكبر. وأستسمحكم إن كنت أقول أبياتا لبعض السادات، وهي: حالكم كأنكم تقولون بلسان الحال: ماذا علي إذا ما قلت معتقدي؟ دعي الجهول يظن الحق عدوانا،
والله 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 العظيم ومن أقامه الله للحق برهانا إن الذي قلت بعضا من مناقبهم ما زدت إلا لعلي زدت نقصانا. الله فساداتنا رضوان الله عليهم الكلام عليهم إنما يتشرف به وتعلمنا هذا من أدبكم سيدي ومن حضرتكم، فجزاكم الله عنا كل خير، جزاكم الله عنا في هذا المجيء وتحملكم مشاق السفر، جزاكم الله عنا في هذه الآداب التي استقيناها من حضرتكم، وجزا الله عنا مشايخنا خير الجزاء. كانت هذه أيها السادة الحضور جلسة من جلسات الندوات المحمدية، استفدنا من فضيلة الشيخ سيدي محمد الفحام خطيب إمام مسجد الشيخ الأكبر سيدي محيي الدين بن عربي قدس الله روحه، إلى أن نلتقي في لقاء آخر إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يقابلنا بعفوه وإحسانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Follow.